منوري منورات، ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. جيت نهضر واحد المساله جيت مهمه. كما وعدتكم دائما انني ما يمكنش مندوش بالحاجه ونجي نقولها لكم، اذا تكررت لي على مستويات مختلفه وتكررت للعملاء ديالي وتكررت لكم حتى نتوما، اكيد اكيد وانا متاكده دائما الحاجه اللي غتنفع والحاجه اللي ما فيهاش الجدال ممكن تبارطاجيوها باش توصل للناس على مستويات مختلفه، وان شاء الله يوصل ويطلع الوعي ديالنا باذن الرحمن. دوك ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو وتخليو لي كومونتير ديالكم. اوكي، على جيت نهضر اليوم، جيت على ملي كنكونوا في هذه الطريقه ديال التنظيفات او لا تبغيو تدخلوا عند معالج بسيكولوج مختص، اي نوعيه ديال الكوتش اللي بغيتو، وكتكونوا مثلا قلتوها للناس اللي حداكم، صاحبتك، راجلك، امك، قلتي لهم حنا دخلنا العلاج. اوكي، وكتمشي في العلاج، تمشي واحد الساعه كتوقع شي حاجه في الدار او كتوقع شي حاجه مع صاحبتك او هادي، وكتعصبي وكتطلع لك الدم وكتبقاي تغوتي وكيخرجوا لك، كيخرج الغضب ويخرج اللوم ويخرج العتاب ويخرج يخرج. واحد الساعه كتشوفيهم قدام كيشوفوك تيقولوا لك كنتي في الثيرابي، يا كنتي في العلاج، يا كنتي في الدوره الفلانفانيه، يا كنتي مع الكوتش الفلانفانيه، علاش كديري هكا؟ شنو المعتقد السائد او الطاقه اللي سائده حاليا اللي كتخلي هذوك الناس اللي دايرين بك يتعاملوا بهذه الطريقه هذه، وتيطيحوك في واحد الطاقه خايبه بزاف اللي سميتها تانيب الضمير واللوم والعتاب. يعني انا مشيت ندير لي فورماسيون، انا مشيت لعند المعالجه الفلانفنيه جلست عندها عام في الحصص مثلا، انا مشيت لهذيك الدوره حضور مثلا، انا شريت الكتبه الفلانفنيين، انا معروف عليا في العائله عندي الوعي وعندي ما عرفت شنو، انا ذكيه واني داخله في هذا المجال وداك الشيء، وفجاه كتوقع شي حاجه كلهم تيتهموك وكيديروا لك اشاره ديال الاصابع بحال داك المثله المغربيه، ملي تطيح البقره تيقواو الجناوه، وكل شيء تيبدا يلومك ويقول لك شتي هذه المدربه ديالك اللي كتعلمك، شتي انت تبعتي الفلان فلانيه، شتي الحصص ديالك خسرتي فيهم الفلوس، شتي. وزيدون واحد القضيه اللي كيدير هذا الشيء، اللي كيدير الطاقه واللي كيدير الثيرابي ما كيتعصبش بحال هذه القضيه. اسمحوا لي نقول لكم بزاف أبا اللي كيكون في الطاقة واللي كيمشي في هذا الطريق هذا واللي كيدير خصوصا تنظيفات حقيقية، ولا بد غيخرجوا له هاد النوعية ديال المشاعر، لأنهم كانوا مكبوتين وكانوا ما قادينش يتنفسوا وخصهم يخرجوا. إذا ملي كيخرجوا لكم راه دليل على أن داك الدورة اللي دخلتي لها راه فيها الفائدة، دليل على أن داك الحصص فيهم الفائدة، دليل على داك الشيء اللي كديري راه فيه الفائدة. اما هما اللي كيديروا لك اشاره ديال الاتهام واصابع الاتهام، هما راه المشاعر ديالهم مسدوده، غير هما رابطين واحد القضيه في راسهم انك الا مشيتي تعالجتي عند معلم ولا مدرب ولا مختص، انك خاصك تهتي وخاصك تسكتي وخاصك ما تقوليش لا وخاصك وخاصك. اللي كيطرى خاصكم تعرفوا واحد القضيه، هي اننا ملي كندخلوا في هذه الطريقه هذا وكنبداو نتنظفوا الروح ديالنا، ما كتبقاش تقبل شي حوايج صبرات عليهم مده طويله، وملي كتمشي تنظفي وترجعي وتوقع شي مشكله في الدار وانتي تدخلي في الغضب وتبقي تغوتي وتحيحي وترفضي وكل شيء، هذا معنيته انك في الطريق المزيان، وخاصه في الاول. من بعد كينقص هاد الانفجارات، كتبقى غادا وتتنقص، كتولي مره في 6 شهور مره في العام على حساب التنظيفات اللي درتي تنظيفات قويه وحصص علاج قويه وخلوات قويه، ملي غتخرجي منهم ما تسنيش الهدوء، عندك تدخلوا لشي دوره وتخرجوا تسناو الهدوء، عندك تدخلوا للحصص وتخرجوا تسناو الهدوء وتردي مزيان وانتيا بهادئة وكتردي على الناس زوين. انو الا كنتي هادئة وكتردي على الناس، عرفي انك درتي ماسكات اخرين من الماسكات ديال الايجو. شنو معنيتها ماسكات اخرين؟ هي انك قبل ما كنتيش كتسكتي وما كترديش، ودابا كتسكتي وما كترديش وانتي واعيه وانتي كتقولي ايوا انا راني كندير العلاج خصني نرد بحال هكا، انا راني في الحصص ما خصنيش نرد بحال هكا، الا رديت بحال هكا اش هيقولوا عليا؟ بون، اش هيقولوا عليك؟ انا نفضل يقولوا اللي بغاو على ان روحي تعاود تزيد
نصدم عليها اكثر من السنوات اللي انا زاطمه عليها. دونك الله يرضي عليكم، وياكم من الايجو ديال العلاج، وياكم من الايجو ديال الصعود في الوعي، وياكم من هذا النوع ديال الايجو، لانه غيزيد يتركب ماسك اخر وغيزيد، حيت الايجو دائما كيحميك باش ما يضرب، باش ما يشيرولكش الناس اصابع الاتهام، باش ما يلوموكش، باش ما يغضبوكش، باش يبقاو راضيين عليك، باش اذا نرجعوا لنفس الطريقه اللي كنا عايشين فيها في الصغر بالايجو بطريقه مختلفه. اليوم انت عارفه شنو خاصك ديري، واليوم انت عارفه راسك كيفاش خاصك تصرفي، اليوم عارفه راسك الحدود اللي غتوضعي والقرارات اللي غتاخدي وكل شيء، ولكن مع ذلك كتزيدي تبركي على راسك حتى تفرقعي باش ما توريش الناس انك حقا مشيتي عند المعالج ومشيتي وخديتي الدوره بالثمن وقريتي الكتوبه وراكي كديري التدريبات وداك الشيء وباقا كتعصبي وباقا كتغوتي وباقا. خصك تعرفي واحد القضيه لالتي، هذاك الغوات اللي كتغوتيه ما هو الا دليل على انك ما بقيتيش كتقبلي اي حاجه على روحك، فهميها مزيان. الغضب طريقة الغضب ليك اليوم راه ماشي غضب حيت غضب، لا، حيت اليوم كتصرفي بغضب لأنك ما بقيتيش قابلة نهائيا أن شي واحد يصطم لك على الروح ديالك ويدير ليه هو في راسه بغض النظر عنك انتيا. اي واحد ما تيديرلكش الحساب غطوري فيه، اي واحد ما بغاش يتقبل الحدود غطوري فيه، اي واحد بغي يتحكم فيك غطوري فيه، اي واحد تيدخل في القرارات الحياتية ديالك بحلال حرام عيب حرام عندك صبري هذه غطوري فيه. اي واحد مهما كان ولادك راجلك اي واحد، الطريقة الاولى هي الثوران، الطريقة الاولى هي الغضب عادي، من بعد غتعلمي مع الوقت بإذن الرحمن هي غتعلمي انك غديري الحدود ديالك وتاخدي القرارات ديالك بلا ما تغوتي بلا ما تغضبي بلا حتى شي حاجه، ولكن في الاول وعلى مستويات مختلفه ديال التنظيف على حسب التنظيف والعمق ديالو غادي تطوري وغتغضبي وغادي تبكي وغتروني الدنيا وممكن ديري حتى لاغاج. عرفتي شنو هي لاغاج؟ اللي اكثر من الغضب، كاين الغضب العادي وكاين ثوره، يعني صافي الروينه ونوضها في الدار. وكل ما خليتي داكشي يفوت بلا لوم بلا عتاب بلا ما تبقي تقولي ويلي اش داروا لي الحصص، ويلي واش الطريق اللي غادا فيه انايا، ويلي واش راني كندير، ويلي انا وليت كنغوت اكثر من قبل. مي بيان سور غتغوتي قبل من قبل لان اليوم ما بقيتيش قابله شي واحد يضغط عليك ولا يتحكم فيك ولا يقول لك تلتي التلاته كام كي كنقولوا لها. اليوم انت باغا تجربي بحريتك مهما يكون القرارات ديالك، مهما تكون تجربتك، وشي حوايج وتصرفات كنتي كتقبليهم من الراجل ديالك قبل، كنتي كتقبليهم من ولادك قبل، كنتي كتقبليهم من امك قبل، اليوم ما غتبقايش تقبليهم نهائيا ولو غرام، يعني ولو تقولي معليش، لا هذيك معليش قلناها مده طويله، داك معليش معليش هذه معليش هذه غنفوت هذه، هذا راه ماشي وعي عالي. ملي كتقولي معليش 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 هذه راه على حسب الاولويه ديالك اللي هي الروح ديالك. اذا ملي كنثوروا ثوره غضب راه طفله داخليه راه كتقول ستوب لهذا الشيء اللي انا قبلت هذه المده كامله واليوم ما بقاش نقبل، حيت الداخل ولا تعرف الروح بانها سفيني. اوكي، دونك احسن حاجه ديريها هي ان تقبلي داك الغوات ديالك، تقبلي داك العصبيه ديالك، تقبلي داك التهرس اللي هرستي شي حاجه، تقبلي انك جرحتي اللي قدامك ماشي مشكل، من بعد غتعتذري، من بعد غتبوسي اللي غتبوسي وتعتذري اللي غتعتذري له ما كاين حتى مشكل، ولكن انا ماشي نوجه هما موجهين لي اصابع الاتهام وانا نبقى نعاود اللوم ونعاتب في راسي. ستوب صافي، خرجت اللي خرجته والتنظيفات دارت المفعول ديالها. اذا كل ما خرج داكشي باي وسيله في الاول ماشي مشكله، من بعد غنتعلم وسائل صحيه كي كنقول لهم صحيه طاقيه صحيه نفسيه كيفاش نخرجوا هادشي كامل بلا ما ناديو اللي قدامنا بلا ما نخلعوا اللي قدامنا باذن الرحمن. ولكن مهما نتعلموا في هاد الطريق يكذب عليكم الكذاب، الا اللي كيخرجوا في المواقع وتيقول لك لا احنا في هدوء احنا في سعاده احنا في متعه. لا اسمحوا لي، ما حدك في التنظيفات الحقيقيه الداخليه بالعمق والله ما تتكوني في سعاده دائمه، والله ما تتكوني في متعه دائمه، لان باقي الطريق قدامنا وباقي كننظفوا باقي باقي باقي. دوك انا بحالكم بشر فوق الارض، وما دمت بشر فوق الارض ومازال ما تصعدتش للسماء،
يعني وقع ليا تصاعد للسماء اللي كنقول لها اسونسيون، يعني ما مشيتش من البعد الثالث، انا باقا معاكم، اذا باقا انا تنظف بحالي بحالكم. اذا عندك تقولوا في الطريق بانني سالينا، عندك تقولوا في الطريق بان سي بون، دابا انا دخلت لدوره تعلقي، انا دخلت لدوره ديال العقل، انا دخلت في ماستر كلاس، انا قريت كتاب ديال مريم، انا دخلت لدورات اخرى لمدربين اخرين، ما خصنيش نبقى نغوت. عرفتي اش راكي كديري؟ راكي كتزيدي تقمعي الاطفال الداخليه ديالك، وملي تتقنعيهم كتقمعيهم، وملي كتسلطي عليهم بهذه الطريقه هذه، تسلط عليك المجتمع برا تشبع، ودابا انت اليوم كتسلطي على راسك الداخل في النفوس ديالك. اذا انت اللي غادي تاخدي الانفجار في واحد الوقت، هذاك الانفجار كيكون بطرق مختلفه، تنكيت، حيت الكون قادر انه يخرج هذاك الشيء اللي عندك الداخل. اذا اللهم نخرجوه ونخليه يخرج، ونفوتوه ونتسامحوا مع الناس اللي قدامنا، صدمناهم الى عيرناهم الى اديناهم الى قلنا، ولكن ما نلومش راسي. هذيك اسلم طريقه اليوم انت كتعرفيها باش تخرجي داك الضغط اللي عندك الداخل، وانك ديري الحدود ديالك، وانك تاخدي القرارات اللي انت باغا تعيشي بهم. اذا ما تنقولوش حقا وعيتي ودابا باغا تلوحي راجلك، وعيتي ودابا شوفي اش كديري لامك. لا 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 لا، دابا وعيت وما نقبلش شي واحد يصطم على الروح ديالي. ما هي لا بالكرامه لا والو، الكرامه متعلقه بالايجو، كنهضر على الروح. حتى واحد ما يصطم لي على روحي، وروحي هي الاولويه ديال كل شيء. اللي بغات روحي غتمشي، اللي بغات الروح ديالي غتمشي تجربه. ان شاء الله الميساج وصل. شكرا لكم.